شرايات تقاعد ضعيفة ومنح للأطفال لا تتجاوز 8 دنانير للطفل الواحد شهريا، وضعيات تبين ضعف سياسات الضمان الاجتماعي في تونس الموجهة لفئة كبيرة من التونسيين، خاصة في ظل ارتفاع نسب الفقر والتهميش. ناخذ هذا القاعد 180 ما تكفينيش، حتى الدواء ما نشريش منه، والله العظيم لا نشري منه، لا تعمل لي حتى شيء. يلزم توا الدولة تخمم في الحكاية هذوما، وهما تو مخمين، أما الإنجاز وال كيما نقولوا القدرة ولا كيفاش نتاع السياسية والواحد ما ثماش. نحكي على الماندا اللي تجي للصغار اللي في الشهر مع المسيو، ولا تجي وحدها في تجيك من البلد من البوسطة، هذيك ما تعمل حتى شيء. 7000 كل شهر ما تعمل حتى شيء. هو صغير كي باش يمشي البيبليونيت باش يخرج مطبوعه باش يفوت 7000، خاطر شنو هي عباره واحد هكا تخزر 7000 هكا وتخزر لهاش، باش تعملك ما تعملك حتى شيء، باش تقول له يا ولدي راهي جاتك 7000 لازم ينظروا فيها. 25 سنه خدمه ناخذ في 400 دينار، شنو اللي يكفوا 400 دينار؟ كي جيت عادي لهنا مثلا في تابعه سي ان اس اس التصويره بالفلوس تقيد بثلاثة دينار، تمشي تعطيك فيك موعد تزيد ترجع تزيد تعاود تقيد مرة أخرى. سياسات الضمان الاجتماعي الشامل في تونس وما تفرضه من تحديات واسعة كان محور دراسة قام بها المرصد التونسي للاقتصاد مع عدد من الجمعيات والمنظمات من تونس وخارجها، دراسة تهدف إلى إصلاح السياسات الاجتماعية. حاولنا نشوفه في الدراسة هذية لو كان النقص كيفاش نجمو نقصه من نسب الفقر عند الأطفال، ودونك قلنا اللي لو كان نكبروا في المنح اللي تعطاو شهريا للعائلات نجمو نقصه بصفة كبيرة في نسب الفقر للأطفال، ونحطوا للأطفال هذوما في ان انفيرونمون اللي يخول لهم باش يجمو يقراوا بالكدا باش يعيشوا بالكدا. معناها خدمنا زادا دي سيناريو سوغ كيفاش نجمو نعاونوا العباد اللي خلطوا لسن التقاعد وفيهم نسبة مش معناها نسبة كبيرة اللي هما ما ياخذوش في دي بونسيون دو ريتريت، دونك ولهذا لازمنا فما دي بوليتيك سوسيال اللي لازمهم زاد يمشيو يضمنوا التوانسة هذوما اللي ساعات ما عندهمش حتى سند، دونك لازم الدولة تقوم بدورها باش تعاونهم. وقد تم على إثر هذه الدراسة تقديم توصيات للنهوض بفئتي الأطفال وكبار السن ممن بلغوا سن التقاعد غير المتمتعين بتغطية اجتماعية، توصية على رأسها تقديم إحاطة أكبر لهاتين الفئتين للحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف فئات المجتمع.